السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقويم الدرس 2-1 الخاص بالمتجهات والقوة، أسئلة بسيطة جدا، يلا نشوف إزاي نحلها. في الشكلين الموضحين في الجزئين A و B استخدم المركبتين X و Y لكل متجه قوة لإيجاد كل من F1 و F2. استخدم حساب المركبات وطريقة الرأس إلى الذيل البيانية، عبر عن النتيجة بيانيا وبالأرقام. أنا عندي القوة يا جماعة F1 دي هنكتبها بلغه الاوردر بير او الازواج المرتبه، عندي 4 نيوتن موجبه و3 نيوتن كمان موجبه. هنا الاف 2 هي 3، يعني احنا بنقرا اكس كومبوننت او زي الزوج المرتب اكس وواي نفس الشيء 3 و4. الاف 1 هنا في الحاله دي يساوي 4 و3، احنا بنقرا ايضا الاكس الاول وبعدين واي. واخر حاجه الاف 2 هي طبعا 3 هنا على الشمال، يعني سالب 3 و4 نزل تحت زي ما انت شايف سالب 4. طبعا المحصله في كل واحده من دول يا جماعه عباره عن نظريه فيثاغورس، 4 تربيع زائد 3 تربيع يساوي جذر 25 يساوي 5، يعني وهكذا. القيمه المطلقه لاف 2 نفس الشيء 5، كلهم يا جماعه القيمه المطلقه لكل واحده 5، القيمه المطلقه لكل واحده من دول 5 نيوتن، لكن اتجاه المحصله اللي هو الخط ده يختلف واحده للتانيه. يعني هنا طبعا انت بتكتب القوه في صوره زوج مرتب، بتجيب الماجنتيود وبعدين بتجيب الايه الاستيتا اللي هي يعني زاويه ميل المحصله على الافق دايما، سواء الافق ده اتجاه موجب او سالب مفيش اي مشكله. المهم الثيتا يا جماعه بتساوي هنا تان انفرس 3 على 4، ونحلها بالحاسبه بكل بساطه ونكتب هنا برضو الثيتا، هنا tan inverse theta يساوي tan inverse tan power negative 1 4 على 3، هتطلع اكتر شويه طبعا، ونحسبها بالآلة الحاسبة. هنا ال F1 في الجزء B نفس الشيء 3 على 4 يطلع زي ده بالظبط، tan inverse 3 على 4 طلعت تقريبا 36.9 degrees، هنا نفس الشيء هنا theta equal 36.9 degrees. انما هنا بقى يا جماعه الزاويه طبعا 4 ل 3 ممكن تطلع اكتر شويه، حلوها بالآلة الحاسبه. هنا الزاويه يا جماعه احنا دايما الزاويه تعرفوا ان في زاويه بناخد لها ستاندرد فورم، يعني الزاويه المفروض كده يا جماعه نحسبها كل دقيقه، نحسب هنا مثلا الالفا الاول الصغيره دي، يعني الزاويه هنا نقول تان الفا او الفا ايكوال تان انفرس 4 ل 3. طبعا انا تجاهلت السوالب سالب دي لان انا بتكلم في المثلث، اضلاعه كلها لازم تكون موجبه، تان انفرس 4 ل 3 او شيفت تان shift 10 shift 10 4 over 3 is 53 degrees. الزاوية دي يا جماعة 53 degrees اللي هي هنا 53 degrees point 1. المهم يا جماعة دي 53 degrees point 1. الزاوية بقى في الستاندرد فورم هناخد ال 180 الزاوية المستقيمة اللي فوق الثيتا، هي زاوية هنقول 180 زائد 53.1، ودي الزاوية يا جماعة اللي ايه اللي زاوية المحصلة. إذا المحصلة هنا بتصنع زاوية مقدارها 233، أهو نروح نكتبها الزاوية بتصنع المحصلة بتصنع 233 درجة بوينت 1 مع 233 في الستاند فورم، بتصنع دايما الزاوية نحسبها من الاتجاه الموجب للمحور اكس. اوكي هذا هو الحل. الحل الثاني او في احسب مقادير المتجهات اف 1 زائد اف 2 ومحصله المتجه. طبعا هنا هنكتب القوه زي ما انت شايف، القوه دي 4 و3 كزوج مرتب والقوه دي 3 و4، فهنجمعهم هنقول محصله في الجزء ايه الاف ريزلتنت، هنجمع 4 و3 زائد 3 و4. شوف السهوله شوف البساطه، فالمحصله 7 و7. 7 و7 يعني ايه؟ يعني لما نجمع الفورس اف 1 دي مع الفورس اف 2 كانها فورس واحده، مقدارها 7 و7 اهي، دي 7 في اتجاه اكس و7 زيها في اتجاه محور واي كانها مربع يعني. المهم
وبتصنع زاوية طبعا ثيتا بتساوي 45، لأن أنتوا عارفين المثلث متساوي قائم الزاوية متساوي الساقين بيكون الزاوية بتاعته 45، أو تعرف اعملها تان انفرس 7 على 7 يديك برضو 45. أوكي، هنا نجمع، يلا هنا 4 و3 القوة اف 1، وهنا سالب 3 وسالب 4، يعني خلي بالك القوة في الربع الثالث بتكون سالب وسالب، كلنا عارفين أي زوج مرتب في الربع الثالث بيكون سالب وسالب، فأي قوة هنا في الناحية دي كده طالعة في الربع الثالث بتكون الإكس سالبة والواي سالب. هنجمع القوتين، فالريزلتنت فورس اف ار أو اف ريزلتنت 4 و3 زائد سالب 3 وسالب 4 يساوي 1 وسالب 1. يعني إيه 1 وسالب 1 يا أستاذ؟ أهو المقوله المحصله اهي، واحد يمين اهو روح واحد لغايه هنا مثلا، وبعدين سالب واحد تنزل تحت واحد، تنزل تحت واحد، فدي القوه المحصله يا جماعه. مجموع القوتين دول يا جماعه هي القوه دي. خلاص هنجيب الفا تساوي 45 الزاويه دي اهو، او سالب 45، يعني مثلا اهو خليها ثيتا على طول، ده واحد وده سالب واحد، هتقول والله تان ثيتا الزاويه بتاعتي دي عباره عن سالب واحد على واحد، فهتقول ثيتا ايكوال تان انفرس اوف نيجاتيف 1 هيديك سالب 45. سالب 45 معناها الزاويه مقاسه اسفل محور اكس، من تحت كده من الاتجاه ده، اتجاه الدوران السالب لو انتم فاكرين في الازاحه تقول الانعكاس اللي خدتوه في تاسع قبل كده. هو ده يا جماعه المحصله، فالمحصله دايما يا جماعه تجيب ماجنتيود، طبعا ما جبناش ماجنتيود هنا، ماجنتيود المحصله اف ريزيستنس عباره عن سكوير روت 1 بلس نيجاتيف 1 سكوير، يعني جذر 2 نيوتن. الطول ده بقى القوه دي طولها او مقدارها جذر 2. هنا المحصله الماجنتيود للاف ار يساوي سكوير روت اوف 7 سكوير بلس 7 سكوير، بنعمل فيسا اورس بتطلع 7 جذر 2. طبعا انتوا عارفين في اي مربع طوله اكس طول الوتر بتاعه، او عفوا القطر، دايما اكس جذر 2 على طول، احفظها، احفظ لي المعلومه دي من نظريه جدو فيثا. جد مركبتي قوه مقدارها 100 نيوتن بتساوي 30 مع محور اكس، انت بترسم كده محور اكس ومحور واي كده، وتعمل لي زاويه كده قوه مكتوب عليها 100 نيوتن، 100 نيوتن عامله زاويه 30 مع محور اكس، ولها مركبه واي موجبه، معناها وجابه واي موجبه يعني القوه في الربع الاول، يعني لو الواي سالبه هتبقى في الربع الرابع اللي هو ده، اللي هو ده. المهم يا جماعه المركبتين هنا تقول اف اكس يساوي، قلنا بنحلل القوه ناحيه الزاويه بتكون كوزاين، والجهه العموديه على الجهه الاولى بتكون ساين نفس الزاويه، فاف اكس هي 100 كوزاين 30، والاف واي هي 100 ساين 30. شكرا، خلاص دول المركبتين بتوعي. معناها ايه يا جماعه؟ معناها ان هذه القوه ال 100 نيوتن دي اللي عامله 30 درجه مع اتجاه الموجب لمحور اكس يكافئها الرقمين دول المركبتين دول، واحده في محور اكس وواحده في محور واي، يكافئها يساويها بالظبط بالظبط، بنحسبهم بقى بالاله الحاسبه ونكتب الاجابه. السؤال الثاني، ما زاويه اتجاه قوه اذا كانت مركبتها الافقيه 10 نيوتن ومركبتها الراسيه 15 نيوتن؟ انت هتعمل اهو القوه هي اف اوف، انا مش عارفها، مركبتها الرأسية يعني لغيت هنا الطول، هنا الطول لغيت هنا ايه 10 نيوتن، والقوة لغاية هنا لغاية النقطة دي كده ايه 15 نيوتن. معلش انا عاملها بالعكس، انا عامل 10 اطول 15، لكن هو ده رسم توضيحي مش مشكلة. طبعا هنلغي ال 15 من المكان ده ونجيب زيها هنا عشان تبقى على في اتجاه القوة في اتجاه دوري واحد، بحيث المحصلة تكون هي دي. المهم يا جماعة الزاوية اهي، الزاوية ما زاوية اتجاه القوة؟ الثيتا هي، الثيتا هي تان 15 على تان انفرس، يعني 15 على 10، وهنروح نحسبها بالآلة الحاسبة. تان انفرس 15 على 10 طلعت 56.3 تقريبا. إذا هنقول المحصلة تصنع زاوية مقدارها 56.3 درجات مع الاتجاه الموجب للمحور اكس. ده الستاندرد يعني بوزيشن لأي زاوية. رقم 5 في رسم البياني أدناه، احسب القوة المطلوبة لجعل القوة المتزنة عبر عبر إجاباتك، عبر عن إجاباتك بإف إكس أند إف واي. إتس إيزي. بص يا جماعة الإف دي هنحللها أهو، الثيتا دي مش عارفها مش مشكلة، هنكتب إف كوزاين ثيتا ومركبة هنا إف ساين ثيتا، شوفوا قد إيه السهولة قد إيه الجمال.
طبعا بما ان جسم ممتد هنقول القوه اللي فوق بتساوي القوه اللي تحت اهو، اف ساين ثيتا يساوي 20 نيوتن، والثانيه اللي على اليمين يساوي اللي على الشمال، اف كوساين ثيتا ايكوال 40. وبقسمه المعادلتين على بعض اهو، واحد واثنين بقسمه المعادلتين بقسمه واحد على اثنين ينتج، طبعا اف على اف خلاص راحت، ساين على كوزاين هي تان، تان ثيتا ما تنساش، ساين اي زاويه على كوزاين نفس الزاويه هي تان الزاويه، 20 على 40 نص. اذا ثيتا ايكوال تان انفرس هاف، هنروح نعمل شيفت تان للهاف هيديني حوالي 26.5 او 0.6 ديجريز. الزاويه دي يا جماعه ثيتا دي طلعت 26، معذرة الزاوية دي يا جماعة طلعت 26.6. طيب احنا عاوزين الاف خلاص، ف نروح نجيب الاف القوة بتاعتنا. نعوض بالتعويض بقى المعادلة الأولى مثلا المعادلة الثانية مش مشكلة. هنقول اف ساين 26.6 يساوي 20، وبالتالي الاف يساوي هنقسم 20 على معامل اف هنا اهو، 20 على ساين 26.6 ونحطها بالآلة الحاسبة. اوكي طلعت معايا 44.7 نيوتن. اذا القوة دي يا جماعة في هذا المكان بهذه الزاوية طلعت 44.7 نيوتن. اذا هو بيقول لي ايه؟ دي القوة يا جماعة، دي القوة اللي هو عاوزها 44.7 نيوتن. 44.7 تقريبا نيوتن، او عاوز تعملها 45 مش مشكله. اوكي هذا هو الحل. بيقول لي عبر عن اجابه الاف بقى بتاعتي، نرجع الكومبوننت بتاعتي. اذا الاف كمتجه ك يعني مركبتين اكس وواي هي بتتحلل اف كوزاين يعني 44.7 كوزاين 26.6 دي الاكس فاصله الواي 44.7 بالسالب بقى، معلش خلي بالك المركبة دي بالسالب نزل تحت، ساين نفس الزاوية 26.6. فنكتب بقى ونكتب الاف بتاعتي بالآلة الحاسبة ونكتبها، يلا نحلها مع بعض بسرعة. 44.7 هنكتب مع بعض 44.7 كوساين 26.6 equal to 39.96 أو 0.97 فاصلة، وعندك سالب 44.6 sin 26.6 طلعت سالب 19.9 يعني تقريبا 20. إذا دي المحصلة يا جماعة في الآخر، لو عاوز تكتب الأقرب عدد صحيح الإف طلعت حوالي 40 وسالب 20 نيوتن. ده كزوج مرتب في صورة متجه، ودي القوة بتاعتها الماجنتيود بتاعتها 44.7 وتصنع زاوية 26 أو سالب 26.6 لأنها تحت محور إكس. طب هذا هو الحل يا جماعة. باقي آخر مسألة عندنا، بيقول لي احسب القوة المطلوبة لجعل محصلة القوة المبينة في الرسم أدناها صفرا. محصلة القوة صفرا دايما مجموع القوة في اتجاه واحد صفر، أو القوة اللي ناحية اليمين تساوي القوة اللي على الشمال. فالقوة اللي على الشمال اف هتساوي كل مركبات القوة في الاتجاه ده. انا عندي ال 30 دي لها مركبة 30 كوزاين 45، وال 50 دي المركبة بتاعتها 50 كوزاين 25. طبعا احنا الاثنين كوزاين لان احنا قلنا بنكتب المركبة ناحية جهة الزاوية، الجهة اللي فيها الزاوية بالكوزاين، والجهه العموديه بالساين، بس احنا هنا مش عاوزين الجهه العموديه ولا حاجه، عاوزين اف. فالاف هنا زي ما انت شايف مجموع القوتين او المركبتين التو كومبوننت 30 كوساين 45 بلس 50 كوساين 25. يلا حلوها واكتبوا لي الحل في التعليقات. شكرا جزيلا يا ابنائي، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم. بارك الله فيكم واشوفكم على خير. مع السلامه.